السلام عليكم شباب، معكم علي اوتاكو جيمر. اليوم جعلنا لكم مقطع جديد من سلسلة تختيم دراغون بول زيت كاكاروت. طبعا مثل ما شفتوا نزلنا اخر حلقة خلصنا فيها ارك فريزا، واليوم رح نبدأ ارك الاندرويد. لسه ما سوينا اي شيء والله اعلم قديش فيها مهام جانبية. اللعبة هي جدا اسطورية ورهيبة بالقصة تبعها، ولكن يا اخوان المستفز فيها المهام الجانبية كثيرة ما لها داعي، تاخد اكتر كثير وقت تاخذ. فهذا الشيء اللي ما عجبني باللعبه، بس المهام الجانبيه وطريقه الجيم بلاي. اما باقي ما تبقى اللعبه جدا اسطوريه. فالمهم خلونا نكمل. قبل ما نبدا لا تنسى لايك واشترك بالقناه ولا تنسى تصلي على النبي. ويا اخوان خليكم عم تدعوا لاخواتنا في فلسطين، لانه الله يعينهم على الازمه اللي هم فيها، وبس الله ينصرهم. ويلا خلونا نبدا. ليتس جو. اوكي هاي كوكب الارض. اوكي مرق سنه ونص من لما مات فريزا. ما مات يعني، اجا ابوه عالجه وانقذه. يلا هي نختصر الارك على السريع. ليتس جو الاندرويد سوبر سايجين وليتس جو ديمسل. وصول تهديد الاندرويد، وصل سفينه فريزا يا اخوان. اوي هذا فريزا ما بدنا نخلص منه. رايحين يتمشوا لعند سفينة فريزا. شو بدهم يسووا؟ اوه هاي فريزا وابوه. هلا والله فريزا، ما خلصنا منك بالحلقة الماضية يا كريه. كيف عرفوا انه راح يوصلهم بعد 3 ساعات؟ بس بدي اعرف هدول. رح تتخلص من السوبر سايجين بشكل نهائي. قلت لي يا ابو فريزا هلا حتشوف شو رح يصير فيك. هلا بيجيهم الترانكس. ايوه ايها الارضي، أتيت لأقتلكم. المنقذ المستقبلي الغامض. أي حلاوته الغامض. اقضوا عليه. شو؟ Let's go. انجلدوا. What the hell. كافوا عليك يا ترانكس، كافوا عليك أسطورة. يبدو أن لديك بعد الموهبة. هاجمني بأقصى قواك. أنت أحد حلفائي. أنا بيعرفه بالاسم بس. أوه حيتحول هلا سوبا سايجين. يلا ليتس جو نلعب ترانكس اخيرا. يلا ليتس جو. تعال ولا فريزا انت تزعجنا. ابلع. يلا فريزا. وش هالضربه يا فريزا؟ ليتس جو صدمه. تعال تعال ليتس جو. تم انهاء فريزا بنجاح. يلا هلا ترانكس بجلده جلد. يلا فريزا. يلا شوفوا شو حيسوي فيها فريزا. فريزا اوه جلده. هاي اختفت اختفى فريزا، وهذا الثاني بيختفي هلا. وات ذا هيل. ترانكس دمر كل شيء يا اخوان، والله انه اسطوره. كان من اول تعال يا ترانكس بدل الوجع الراس اللي سوالنا يا فريزا بالحلقه الماضيه. اوكي هلا راح يوصل سونجوكو يا اخوان بعد 3 ساعات. سيصل جوكو الان. ايوه كاكاروتو. كوري عندي شان صوته. يلا تعال رح نحكي مع تحول سوبا سايجين. يلا فايت مع ترانكس جو. اخيرا نلعب بكاكاروت.
ايوه ليتس جو. يلا تعال يلا لا اضرب لا يلا ليتس جو. يلا تعال ابلع يلا يلا جانكن كو بس ولا خد يلا تعال تعال اعطيك واحدة جانكن يلا ليتس جو بلع جانكن يلا عصب يا كاكاروت يلا قوة سوبا سايجين اي ولا اي ايش هذا الانفجارات اللي قاعد تسويها ولا يلا تعال يلا ابلع ايش اللي قاعد يصير هنا يلا تعال ابلع يلا كامي هامي ها يا ابني حاش ازعجني يا ترانكسو تم جلده بنجاح ليتس جو هي وصلنا عند بيكولو جوهان ما بعرف لسه شو فيه لحد الان قاعد عم بلعب مهام جانبية واتهل يلا نلعب ضد بيكولو وهدول يلا هاي مهام جانبية ليش عم ارجيكم هالفايت اساب شغله طورت الكامي هامي ها شوف شلون صارت ليتس جو كامي هامي ها طورتها ما يعني عم بلعب شوي تطوير المهارات شوفوا كيف تطوير الكامي هامي ها والله الكامي هامي ها صارت رهيبه يا ابني حاش اعطينا مكانكم سبقوا كامي هامي ها صارت شكلها رهيب اكثر هاي انت وياك ماسينكو سكواش بيم كونون يلا سوبا سايجين ليتس جو يا بكولو بس يلا خد كامي هامي ها 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 كامي هامي صار شكلها رهيب صراحة صار تحمسني فوت فايتات بس مشان جربها بس بدي طور كل مهارات الشخصيات يعني عشان يصير لما يصير نزل مودات على اللعبة يكون شكل كامي هامي حلو يعني شوفوا كامي هامي ها شوفوا جيم تعال يا ابني تعال يا ولدي ابلع لا كامي هامي ها والله رهيبة يلا عصبك كرت يلا هاي غضب كوكو بالسوبا سايجين ليتس جو تعال جوهان تعال خذ يا ابني خلص حاش تهرب خط كامي هامي ها اوه بس بس هايجين دمج اكثر اوه كامي هامي ها لوس جاب لي صدمة جوهان صار قوي يا ولدي صار قوي تعال اوريك خط كامي هامي ها انقلع يلا اوكي هلا في جيتا حيتدرب مع نفسه هاي الحلقة اغلبيتها فايتات تدريب للأسف بس يلا مو مشكلة يلا ليتس جو تعال يا فيجيتا تعال تعال يا فيجيتا النسخة الشريرة غاليك جو هون تعال تعال يا فيجيتا النسخة الشريرة تعال والله له كثير فيجيتا شرير هذا ليتس جو يلا 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 عبي تعال يا فيجيتا غاليك جو هو اكثر شيء بكرهه باللعبه يا اخوان لكل مهام الجانبيه يعني هسه مثل هاي الحلقه يعني انتم بتعرفوا انه هلا صار لي عم صور ساعه ونص والمقطع ممكن هلا ما انتم ما شفتوا غير 10 دقائق منه بس بسبب انه كل مهام جانبيه اغلبيه الاشياء عم تنقص يعني ما لها داعي للاسف يعني اللعبه كلها يعني
50% تختيم اسطوري و50% مهام جانبيه. يعني ما بفوتوا بالزبده دغري، لا كله مهام جانبيه. روح جيب لي هاي القطه، روح سوي لي هاي القطه، اعمل لي هاي القطه. ليش ايش فيه؟ لا ما بعرف يعني صراحه، انا ما عجبتني هاي النقطه باللعبه. وغير هيك الجيم بلاي مثل ما كنتم شايفين عبارة عن دائرة اكس دائرة اكس دائرة اكس، ما في اي شيء ابداعي في الجيم بلاي يعني. بس اللعبة رهيبة، بتضل اللعبة بتضل رهيبة، جرافيكس قصة يعني بالنسبة لي صراحة رهيبة. يلا عصب يا فيجيتا، روح اجلد نفسك، روح ول ول ليتس جو. يلا ليتس جو، اجلد نفسك كله، نفسك هذا مزعج يا فيجيتا. ليتس جو. وين راح؟ يلا باقي له خط واحد من الهيل، يلا نخلص منك. يلا يلا هيله كثير صح يا ابني، دمك 2000 بس مو محرز هلا. يلا ابلع، جلدنا له فيجيتا. يلا ليتس جو يا اخوان، اللي بعده. يلا اللي بعده. هذا شكله فيجيتا، شكله جوكو وبيكلو حيلعبوا هذا السباق. هي ما هذا يا اخوان؟ شوفوا دراغون بول صارت لعبة سيارات، واتهل. اوكي يا اخوان، وصلنا نهاية المقطع. اوكي المقطع شوي ممل هذا على عكس المقاطع السابقة بالارك فريزر لما بدأ الارك رسميا، بس مو مشكلة، ان شاء الله بالحلقة القادمة نتقدم جدا كثير بالاحداث. اتمنى يكون المقطع عجبكم، استعمونا بلايك اشتراك بالقناة. مع السلامة.